بني إسرائيل إلهي مركوض دمعي حالات دي كجرا إنه كساره إلهي بغر مكيني إلهي النظام دولة دي مكيني إلهي دقال مسينين إلهي هو بي قوة مسينين إلهي نبي موسو كسو دحسا موسو كسو صاره الكون أكو كره موسى عليه السلام قصرقي لغن دح دون دوني إلهي نبي موسو كده كوري قصرقي فرعون فرعون هو عيد الله يود كدر يري مقال دا ويري إسلام تري بن إسرائيل أور ليد أركتان إلما هاي دش إيغو حدو إلويل نقدن غالكا كبرا يهي سوكر هي سوكر سينيني حدو إيه غبر هاي دشنا يهي نوتا فينا كاكو نولان دوني بلو أو حيسن دوني أيا إلهي جل وعلا قهرا إلهي إساقو نتصينا يهي نظام كعالم كا إنو قعانتا فراعينتا أوسا كجرين وقعنت الله وكجره إلهي سقو إن برايا أيا إلهي موسى إنتو الله سوق هذي عيدا كي فرعون حق بدك إلى ليني قعنت هذا الله سوق لي ولي بالله قاضي وفرعون قعنتي سيلا صار فرعون قعنتي ولا دوا كان قاضي بالدلة تنتع فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بإلهي عدو قوقي أي رادين أيين أي دولة دودة أي نظام قوقي دمين أيين أيان قعانت أقل النبا إلى حيوني هذا هو حيان هاد دلان واقع صدي واقع ريان وحا عجيبة بالأيدي موسى عليه السلام مركز آسيا زوجة فرعون لو ديبنا وعنق يرو سحي رايا صدا صبوت بودا مركز فرعون لو ديبنا سيدي نوين بفرعون وجهي سوء يا قابل ساس سوء يا ساس إلا فرعون يلا ذو وايسقي وايسقي ليه ما إلما يرعونه قا وصدوا يا قي ما ذكرني أنا قا مرقاس ترى بالكين ما إلما يرع يا رجيا بعد كم بقيسا مرقاس ما هي سو ترى أنا قا يا هيا دوم نظام كي لهاي مرقو غير يا قا مد لي كرو وحكو السماي كره مايو مرقاس وليما فرعون عيدا قشل إلى لنا يبو يريح حق قادته هو يديو أقل كيغا حقو هاي ستور الناس كهان نوجسو عيدا كون ويل كيربا إلى لنا يا إسلام الناس كن نوجين إسنا بشار كيغا لعقت إدا قصر بغور كايا لغا سينا يا حل لغاية دونتنا قصر بغور كايا المهو إلا سوق لي كرتا أمر كي مرقاس عدا طوان صد سنو تربى في قصر فرعون 10 سنوات نوحوتك بادية هيوتك وعاصوا نوان نظام إلهي بصح ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أفرتن كاسن وصد سنو قصر فرعون موسى وكنا لا يتوان كي سنو لجوغي مارك تاني مدين ونبي شعيب لجوغي يا أفرت السنة وفرعون ودعوة قوة ذي يا أفرت في سنة تيها وقال يا الله بات السنة كذب أيا إلهي يري ونجعلهم أئمة مدح دين لي ونقل لي وعدالة لي وحق إلهي حقوق ذي بني آذن كتقانا وقال يا الله بات السنة كذب أيا الصوت ظاهرين إنا كنا واحد ظنين الله بصنا مركان جولة السمعين نما إنا وحس بدلال مركبة نظام كان تغيير كي سي يسبدل كي ساكا كيني وإلهي إنك ماها هذه وحال لغاربا دعوة إن تكسونا تود استقامة كويالتو هذا دعوة تكسونا إلهي كو أفسد بس باطل كي فرعون أرض مصر هايستيودن موسى عليه السلام وحو كجبي وقوة الدعوة والدعاء قوة الدعوة وقوة الدعاء دذال كاس أمريكا إلى حين ما أنت الزمن كان قاعد تين السوق لي شيخ الياس رحمة الله عليه ورنجري لا أدري واحد قصف في عمل كان قرن ما يبغى ورنجري واحد عمل كان إلى هاي يقف فهم سيء سداني ني فهم سيء أبو ورنجري شيخ الياس إنجليز قا دون قدرن هاي استبو شيخ الياس عمل كان قبل أبي مارك تاني نيو دلهي ثم وحاب لعبتي إلهي دولة دي عالم كهيسنة يسي دولة دا إسلام كنا رير كأوكل قوم بيسي إلهي إنه كسي يضل والبحر يدي لصينينا
mewaatiyintu ka bilaabay dadaalkiisa bangalawaali masjid buu jamaacadada keeni jiray jamaacadadii uu rasuul saaray markay baxaanna wuxuu odhan jiray alaan halkan baad ku dawlaynaysaan innaku laakiin waxaan arkayaa anigoon maqlayaa new york iyo london jamaacadada dhex socda shaqadhoodaan maqlaya ee socda buu odhan jiray ittaquu firaasata almumin fainahu yanduru binuuri illahi baa rasuulku yidhi ninka muminka firaasaddiisa ka baqa ninka muminku nuur ilaahay buu wax ku arkaaya mawlaanaa ilyaas raxmatullaahi calayh oo intuu ka ooyey bangalawaali masjid iyo jawlaadku ka sameeyey bangalawaali masjid agteeda waata maanta caalamka o dhan samaysa mudun magaalooyinkiibaa innagu dacwadda ka wadnaa halkan dhulkan galbeedka soomaalidu ay degto ceelasha biyaha ee xoolaha lagu arooriyey biyaha ay ka cabbaan halkaasaa laga sameeyaa jawlaadka maqaamiga reeraha reer guuraaga reer baadiyaha ee toban tobanka aqala ama toddobada aqala ama siddeedda aqala ayaa shuuray leeyihiin xalaqad bay leeyihiin jawlad bay leeyihiin arbaciinkay saarayaan arbaca shuurkay saarayaan ubadkoogiina intay soo qaadeen bay magaalooyinka keenteen deedna ubadkoogiina xufaadal qur-aan ba ilaahay ka dhigay indhahaasaan ku aragna maa waxaan nii sheegayna waxaan soo maqalnay maa waxaan nii sheegayna ummiyiintii markay dacwadda qaateenna awlaaddoodii wuxuu ilaahay ka dhigay xufaad iyo culimo iyo ducaad baa ilaahay ka dhigay culimmadii shan iyo lixdanka sana masaajidda duruusta ka akhriyaysay markay dacwaddan ay u kici waayeenna awlaaddoodii brofeseriya injineeriya dhakhtarra ilaahay ka dhigay isweydaar baa ka dhacay caalamka isweydaar caalimkiina dhakhtar buu dhalay ummigii dacwadda qaateena muxuu dhalay xaafid caalim oo daaciyo rabbaaniya buu dhalay indhahan ku arag camalkan yugayir isbeddelka ilaahay camalkan isagaa geliyey keliya adi waxaa lagaa rabaa inaad camalkan istiqaamo ku yeelato sidiisa aad u wado insha allah dhahda waa ammaano camalkan ilaahay baa nasiyey wuu socdaa uu taraqinayaa kor buu u socdaa meel walba insha allah kor buu u socdaa ininkuna waa dadaalaysaa laakiin waxaan la noqonaynaa insha allah saaka laba dadaal baa in hor yaalla mar walba alhijra waannusra muhaajiriintii way socdeen aasaartii adduunyada way ka socdeen laakiin hijradii iyo nusradii waa qaa'im ilaa yowm alqiyaama nidaam alhijra iyo nidaam annusra waa qaa'im ilaa yowm alqiyaama والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم بإلى هي أرجع عمل كان وحوليه أساس أصل جرد يلا مولي خروج وعلامه عمل كان مقام يقول هو جرد ويا لا بد من كأس الأمريكا كأس markasiyaddu waa farac weeyaan masjidiyadduna waa asalkii weeyaan markasiya markaskan tacmiir ku qoranahay markaskan usii socdaa markaskan tegaya asalkii maaha asalku camalka masaajidka maqaamiga xaafadda laga wado wafaan rabaa inuu islaaxu tarbiyadoobo afartan uga bilaabay maya afar bilood uga bilaabay mayne waxaan uga bilaabaynaa camalka maqaamigaan uga bilaabaynaa ee waxaan leenahay adiga tarbiyadaadu camalka maqaamiga maqaamiga horta soo qabso xalaqadda ku xidh oo jawladda ku xidh oo shuurada ku xidh oo fikradiiga keen oo saddex cisha kula baxo oo shan afar lix jeer markuu saddex cisha kula baxo deedna markaa arbaciinka saar isagoo wax u bilaabmeen tarbiyadda khuruushku waa farac weeyaan tarbiyadda camalka maqaamiga ummadda lagu tarbiyadeeyna waa asalkii weeyaan saddex iyo toban sano nebigeennu calayhi salaatu wasalaam afar boorood kama dhex bixin halkaasuu nebigu ummadda ku dhextar afar boorood dhexdood ayuu saxaabada ku tarbiyadiyey saddex iyo toban sannadood tarbiyadu ijbaariya weliban ijbaari madiine markii la yimid ikhtiyaari bay ahayd tarbiyaddu laakiin marka markii la joogay ijbaari bay ahayd waa la dhibaayo addahru haakada camaar binu yaasir buu nebigu dul yimid oo la cadaabaayo
halkan hooyadii lagu cadaabay, halkan aabihii lagu cadaabayo, isagii halkan lagu cadaabayo. الدهر هكذا يا رسول الله زمن سنتك أوراً مع عذاب كما كجرينا أنكو بركاب النبي قل صبراً يا على ياسر فإن موعدكم الجنة اسك الصبر أتكيست على ياسر أبال كينو واجنو ويا مؤر النبي قوات كبه دونتا مؤر إيه أربعيني هذا مؤر وهي تربية دينتا كنت ما نسى النبي كما ورقبا داعيكم وعينك إلهي بكو تربية السنة يا ديك حالاتك كوكو إيمانا يوا تربية دوئيان برواقا كوتي من دوا تربية دوئيان عبسي باكوكو دعا دوا تربية دوئيان أبار باكوكو دعا دوا تربية دوئيان أولاد با دعا دوا تربية دوئيان نبت با الله لوا تربية دوئيان أولاد دي باكاك دوا تربية دوئيان ريركي باك أحما دوا تربية دوئيان حنوم باكوكو دعا دوا تربية دوئيان الدوية دي باكوكو يرات دوا تربية دوئيان الدوية دي باللغوفر دوا تربية دوئيان dadki ba daacwada ka qaato kula wada baxay waa tarbiyad weeyaan dadkaas ka dhexdadaanaysa ba daacwada gali weeyday waa tarbiyad weeyaan daaci gumarna isagu ma khasaaray adu marul buu maash dadku ha ku raacaan yey ku raacin adiga waxa laga rabaa kali daacwada inaad istiqaamo ku yelato waa maash daaci guma khasaaro aalimka ardayda cilmiga baraya dadal kiisa natiijadiisu ardada ka soo baxdaa laakiin daaciga jawleenaya umada ku jawleenaya natiijada jawladiisu isaga ka soo baxdaa dadka diintooda ilaahay qiyaamaha ku weydiin maayo adiga laakiin qiyaamaha adiga diintaada lagu weydiin anta almaqsuud adiga maqsuudkiya markaas waxaad juudi aad waddo oo dhan maqsuudku waa adigu inaad islaaxdo ilaahay u dhowaata la doonaya bas dadkana hidaayadooda aad u shaqo kuma lihid lasta calayhim bimusaydir innaka laa tahdi man axbabt walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica walow shaaa allahu la jamacahum cala alhuda in taxris cala hudaahum faina allaha laa yahdi man yudil natiijada juhdigan dadka ha ka eegina adigu waa inaad dacwada istiqaamo ku yeelataa oo aad u ogarataa xaalad kastoo kugu timiday waxay tahay waa tarbiyad adiga kugu socotay ku sabra tarbiyada ummadda marka nebigu isaga ma ka tarbiyada socotay ijbaari baad ilaahay baa tarbiyadiisanayay walaa u timiday inaan ku qaadanaa diyaar u nahay bay ku yidhahdeen rasuulku oon dalkayga kula tagno oo ku difaacno oo sida dumarkii ummadka cadowgaan uga difaacno adigana kaaga difaacno laakiin ma noo ballan qaadaysaa marka aad u cadhimato arrinkan inuu annaga nagu soo wareegayo markaabuu nebigu yihi may taasaanu shaqadayda maaha buu taa waa shaqada ilaahay buu dee maxaad noo ballan qaadi bay ku yidhahdeen markaasuuna janna nin ballan qaadi anu mulkiga nii ballan qaadaya ma odhan nebinimada nii ballan qaadaya ma odhan khayr baa nii ballan qaadaya ma odhan xaaladaad ka baxaysaan ma odhan waxa uu nebigu yihi anu janna nii ballan qaadaya waxaan yaqiinsanahay ninka diinta dadaalkayga isagoo ku taagan dhinta inuu janno galaayo maxaa ka wey janno bal sheeg ilaah ridiisa unbaa ka weyn bas marka hijrada iyo nusradu waa qaaim ilaa yowm alqiyaama hijradii nusradu waa qaaim camalkana culimmadu waxay leeyihiin sunnatullah fi lard fi lkown aan la bedelayn waxaa ka mid a nidaamka geedihu ay ku baxaan lama bedelo nidaamka hidaayaddu ay ku soo degtona la bedeli kari maayo asbaab alhidaaya shayga koowaad waa dacwad shayga labaad waa maxay dacwadda waa inay ku socotaa bilmaali wannafs dacwa bilmaali wannafs baa loo baahan yahay maaha eba lacagta ka qaado jamacadda ku saar maaha asl alusuul camalkan culimmadu u dejiyeen waa maxay bilmaali wannafs waxaa la yidhi jamacaddan dhaqaalahaygii halku yaallaa
دقالها جماعتنا وحو كجرا جابشة مسلمين تو كجرا ملك لكم مجر منهج كعمل كان وامحي شيخ الياس رحمة الله عليه وحو أرنجري منهج كعمل كان وحو إيام فقير كان وحا كدل بينا دقاله سينو دين تكو بحيو كما القبين كان وحا كدل بينا وقتك سينو دين تكو بحيو فقير كما حكوا هذا كانوا بحيو يا مالقبين كان محاكوا هذا كانوا بحيو وقت فقير كوا حالينا هاي كل قاد الله درتي أوبا حيس نقالها قال لك علي نقالها قال أدوا ضوضة الله قال وجماعة كرع مالقبين كوا حالينا هاي أذقنا هاي وقت قاعد قادوا الله درتي كوب بحيو جماعة الرع مع الملك هدية هيد عضو إلا إذا الرقم القبين هذا نرانا كان نقول عقد فقيره أدو صو وقت ما هي السهار وقت وان هي بكر طبعا فقراء أي أدنين مال قبينة لعكتي أفرتك أكون بحيين هذا قصو قاضي أدو عاد سلالة خير بات سميسي لكن خير ما سمينة دعوة دي بدو مدك حدي فقير كان لعكتا دفك كالي أي لهايين كون بحي خروش كاو بحي إساقور تهيدا يكوها لما يبع علمات بابين قلبي جسنا وحكم بير ما يساعد ويا جعيل يسقوا أدوية جعل لخروج كوك صور نقل حال ربي خروج كلا كنا صور نقل بليشك إيماني أعمال سما وحصور نقل بالعكس يسقوا أدوية جعل بصور نقل مال غبين كي أتري مال كأجا كانوا أدوكم سكفر ديو شن فقراء يا ما كوس سارة نايو أجر كالله لا يدهاي بات كتري يسقي دعوة دوات كحده لبا وهو أرك عديت ولا دعوة دم بين العقدي سواء كيف يعنتها والجماعة دم وهو أرك عين العقدي سواء بهنتها يسقى سقى دعوة دوات كحدي يخين دي سنة وات كده شو واحد كده دعى صوت لي دعوة دوا هذا يكون بهنتها هي هذا هالك عايز كفر يونس ودعي مركز ما نسينا العكن هو جماعة تمدون كرامنا العكن هو لما قف 40 ديار والعك ما هيستانا كدر هو هذا سلاوي استعماشو هذه جينا دعوة دوات كحدة يسجينا دعوة دوات كحدة فقير جينا دعوة دوات كحدة واحد دعوة صعتنا بجرت أقول هل كجماعة مال كدت ككلكوب بعد أي كوس صعتنا بعلم دولين خير في دين ما يان الضلال بي في دينيا الضلال يبادي بي في دينيا سيدنا عمر بن الخطاب أركن إن دنيا رأوله ورأني جاي يا حمبارة يا القاضي جمعينا كراع يا برجع عمر أركوس أسويه قال يقول ريا هل كفريسو نريد مدينة أنصار عمر ويرور كالي يركن ما درك زها شغى يسيبون بشارة العقد تمر كسين سين حسين العقدة السقي العقد ثاني جاي كم بودي أوكي سقي نواك العقد سين نواك أنت اللي يقول إياه برجع أبو عمر كير العقد يمشي هرت العقد أنا دي قال قبسة بوكين الدا دونتك دناها جو استعمال هدا دونتنا عيدا كجماعة كل رعب وكيد لكن واحد وقعت أمريكا دلها هدرت يا ضبح يا صحيح أورن وريا يا قاضي يا صحيح سينة هورن بوكيد وحنك نو أصول أبو عمر كويدي بأموالكم وأنفسكم بين نو أصول بوكيد لعقتيني مالكين مالكيني وقتيني نفتين أمريكا أصل الأصول لهذا العمل ومحب علم دولين بالمال والنفس مال كيني نفتنا ياكو بحينا لأنه محانو بحينا وحانو بحينا نفتنا سوى إصلاحنا وحانو بحينا ولا لهنا مسلمين دينا سوى برا رجل وحانو بحينا دادالك نبي قلنه مدو مالتا اي كيه جروتي إن عالم كان كسرنا لين محادتك وقويا رينا دادك وحانو قويا رينا اللحلة صفان ومدو قويا رينا لا إله إلا الله بانو قويا رينا شركي قنوانو قويا رينا محمد رسول الله بانو قويا رينا بدعنا ونغيرنا هي طريقة اليهود والنصارى دتكس جاء وحنغيرنا وحنغيرنا ماركتاني عبادة إلهي غير كي عبوديا وحنغيرنا عبادة إلهي كلي أمو تستان نغيرنا وحنغيرنا جهل قايا نغيرنا علم قايا نغيرنا غفلة نغيرنا ذكر قايا نغيرنا ظلم قايا نغيرنا إحساكا هي أداء الحقوق ما نغيرنا وحن السمعة والرياء أغراض النمضة هبل واحد درتي وقبو هبل واحد كهل هبل هكو أمانو هبل واحد ناكو سيو أقراض النمضي أنا نيدي النفسان يدا أي أمد وحكو بحين سنقو يارينا لله يدا يا نقو يارينا
dadaalka adduunyada ummaddu ay ku jirto ayaan uga yeedhanahay oon leenahay war diintana dadaal bay naga saarane kaalaya maalkiina wakhtigiina naftiina diinta ku bixiya baan leenahay. Labadaa sife ugu horeysa aliimaan waalsalaac, hadday ummaddu labadaa ay hesho bay culimmadu leeyihiin. Lixda sifeed arkaysaane sita sifaad kulluhaa waxay culimmadu leeyihiin, labadaaba asaas u ah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. Laa ilaaha ila allah meeshay degaysaa waa qalbiga weeyaan, waa allah. Muxammadun rasuulullah meeshay ka daahiraysaana waa jirka, waa noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Idhaaru tawxiidna waa salaada weeyaan. Si salaada iyo tawxiidku uu sax u noqdo ayaan cilmiga u baranaynaa. Si salaada iyo maaragtaana iimaanku uu sax u noqdo ayaan quwadu yeeshaan ayaan dikriga u badinaynaa. Si iimaanka iyo salaada ilaahay noogu xafido ayaan muslimiinta waxooga iskaga ilaalinaynaa. Si iimaanka iyo salaada ilaahay nooga aqbalo ayaan camalkeena ilaahay dartii ugu qabanaynaa. Si iimaanka iyo salaada ummadda uga soo shacbaxaan oo caalamka labadani u gaaraan ayaan ilaahay dartii doon u baxnaan dacwadda ka shaqaynaynaa. Labadaa hadday ummaddu noolaysay buu Sheekh Ilyaas raxmatullaahi calayh, iimaan iyo salaada hadday ummadda laga helo, ummadda diinta inta kalena way noolaanaysaa, way dhammaystirmaysaa, khalaas. Iimaan xaqiiqiya iyo salaad xaqiiqa ah waa labadu nebigu saxaabada uga bilaabayay markay islaamayaan. Halkay qofku soo islaamana islaanimada wuxuu ka soo gelayay waa shahaadatayga, dadna salaadu nebigu baraayay, dadna nebigu ducada ayuu baraayay, wuxuu jira sidaa ilaahay u baray. Lixdaa sifaan ummadda ugu yeedhana waa sifaat alijimaac. Bushaaro, haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadan horowgaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamuugaanina dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.